السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل. العراق واللي بيجرى فيها، ثورة طاحنة، العشرات سقطوا شهداء أو نحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. هل الناس دي بتثور ضد حكومتها؟ لا، الناس دي بتثور ضد التواجد الإيراني والتوغل الإيراني في العراق، ضد الاحتلال الخافي الإيراني للعراق. الناس دي زهقت من توغل إيران في العراق. حتى مكافحة الشغب كان للأسف فيها إيرانيين، والعراقيين اللي سقطوا شهداء عند الله اللي قتلهم إيرانيين. أنا واحد من الناس ما بشجعش أبدا 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 على الثورات، لكن دي مش ثورة ضد حكومتي، دي ثورة ضد محتل لازم ينطرد. فحوجه ندائي للشعب العراقي وحقول له لو سمحت لو سمحت التزم بالسلمية قدر ما استطعت، وراقب نفسك وراجع نفسك وراقب الناس اللي بتنضم للمسيرات أو الحشود اللي بتحصل. ما تخليش المسيرة أو المظاهرة أو الثورة تخرج عن السلمية أبدا مهما حصل. وبوجه ندائي للجيش والشرطة العراقية العراقية، للناس العراقيين مش للفرس اللي لابسين لبس عراقيين، بقول لهم دول شعبكم ودول ناسكم، نازلين يعبروا عن غضبهم من التواجد الإيراني وبيتحموا فيكم، فاحموهم، لأنكم لما تحموهم هتحموا بلدكم. وياريت يطلع قرار عراقي يقول للناس اللي متظاهرة في الشوارع اتفضلوا ارجعوا بيوتكم وكل مطالبكم هننفذها لكم، احنا مش عايزين ثورات، مش عايزين عطلة في البلد، مش عايزين إراقة للدماء. ياريت تسمعوا الكلام، تسمعوا كلام شعبكم، لأن فعلا العراق اتخطفت من زمان. اللهم سلم يا رب في العراق. الغريب بقى في الموضوع ان قناة الجزيرة في احداث العراق اخذ وضع الميت، ملهاش علاقة. هل معنى كده ان هي راضية عن الحكومة اللي موجودة فبالتالي مش عايزة تظهر الثورة اللي ضده؟ لا، القصة مش كده، القصة مش قصة عراق ولا شعب عراقي، القصة قصة ايران. لان التظاهرات اللي موجودة في الشارع العراقي دي مش ضد العراق ولا ضد الحكومة العراقية، التظاهرات اللي موجودة في الشارع العراقي ضد ايران الشريفة حبيبة قطر، فعمرهم ما هيظهروا. ولما بيتكلموا عن المظاهرات خايفين على الناس وبلاش تنزلوا علشان خاطر في ناس متسوسة وبعدين بتحصل في ناس هتموت، فيبدأوا يخوفوا في الناس. سيبكم من الجزيرة، مش بستشهد بالجزيرة هنا عشان اقول لكم اسمعوا كلامها واعملوا عكس كلامها، انا بستشهد بالجزيرة هنا عشان بس اظهر للعالم العربي كله ان المصالح هي اللي بتتكلم. القصة مش قصة رأي ورأي اخر وديمقراطية، القصة قصة مصالح. هي ما تقدرش تغطي المظاهرات الحاشدة الكاسحة اللي في العراق لان هي هتزعل دولة زي ايران، فبالتالي عملت نفسها ميتة. هرجع واقول تاني، اتمنى ان التظاهرات تنتهي النهاردة قبل بكرة يا رب. الدولة العراقية والحكومة العراقية والجيش العراقي والشرطة العراقية يحتضنوا الشعب العراقي وينفذوا له مطالبه لانها مطالب مشروعة. شعب عايز يكون حر ومستقل، مش عايز يحس ان في فرس كاتمين على نفسه ولا محتلين بلده، حتى لو كان الاحتلال ده غير معلن. حمى الله العراق، ربنا ينصركم ان شاء الله. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.